شاء الله وعيد مبارك للجميع بدا اولا. فالحاجه المهمه القطاع الفلاحه والوزاره الفلاحه والفلاحه هو انه الاسواق ديالنا ممونه بواحد الطريقه جد مهمه، واللي هي يعني فيها الجوده، فيها يعني احترام السلامه الصحيه، وموجوده يعني على الصعيد الوطني لا على القرى ولا في المدن، يعني وفره الحمد لله، ونتمنى عيد سعيد لجميع المواطنين. ارجو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.